السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم توقيف الفنانة المغربية دنيا باطمة اليوم الأربعاء على خلفية القضية الشهيرة باسم حمزة مونبيبي. وحسب مصدر مطلع، فإن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا باطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها. ورفضت محكمة مراكش طلب النقد المقدم من المطربة المثيرة للجدل دنيا باطمة بعد الحكم بحبسها لمدة عام على خلفية القضية الشهيرة باسم حمزة مونبيبي المتعلقة بفضح علاقات مشبوهة لمشاهير، وبات الحكم واجب النفاذ، ما دفعها إلى إلغاء حفلة رأس السنة خوفا من اعتقالها.